صندوق قطر للتنمية متواجد في العاصمة هرقيزيا عاصمة أرض الصومال. قمنا بزيارة إلى السوق الرئيسي بهرقيزيا الذي نشب بالحريق فيه في الأول من أبريل. قمنا بتقييم الآثار والاستماع إلى اللجنة الوطنية المختصة بعمل تقرير. الأضرار كبيرة جدا سواء الاقتصادية أو التجارية أو في البنية التحتية. نيابة عن اللجنة الوطنية المعينة لمشكلة تحريق السوق، فإننا نتقدم إليكم بالشكر والعرفان لسعادة السفير السيد حسن بن حمزة والوفد المرافق له من المؤسسات القطرية كصندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية على وصولكم إلى هرقيسة وزيارة موقع الكارثة في سوق واهين، وأن هذه الزيارة والتضامن يدلان على عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين، الشعب الصومالي الآن والشعب القطري